وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية طلابي طلاب الصف الرابع. اليوم سوف نبدأ بوحدة جديدة من كتاب التربية المهنية وعنوانها التعاون. سنتعرف في هذه الوحدة عن مفهوم التعاون وأهميته وبعض المؤسسات التعاونية في المملكة الأردنية الهاشمية. قبل البدء بالدرس لابد من التحدث في فقرة صغيرة عن التعاون. التعاون هو أحد أهم القيم الاجتماعية والحضارية التي تقوم على التآخي والترابط بين أفراد المجتمع وأيضا مساعدة المحتاجين منهم. شهد مقدس الإسلام على التعاون فيما يعود بالنفع على الفرد والجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إلى المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. جعل الله سبحانه وتعالى التعاون فطرة في مخلوقاته جميعا، إذ لا يمكن لأي مخلوق أن يواجه أعباء الحياة ومتاعبها كلها وحده من دون مساعدة الآخرين وطلب العون منهم. فالتعاون ضرورة من ضروريات الحياة، فبه ينجز الإنسان العمل بأقصر وقت وأقل جهد. مؤسسات تعاونية خاصة غير حكومية.
وهكذا قد نكون قد أنهينا درس التعاون. أرجو منكم الاطلاع على الدرس، ولا بد من قراءة المعلومات الموجودة داخله. وأرجو منكم أيضا حل الواجب وهو كالآتي: صف موقفا تعاونت فيه مع الآخرين، مثل تنظيف الحديقة المدرسية أو تزيين الصف لاحتفال رسمي. يعطيكم العافية طلبتي طلاب الصف الرابع، دمتم بود.